استاذ تامر رائع وبيحب يعمل جو جو قهري. هو استاذ انساني الى ابعد الحدود، وهو دايما اقول له احنا فينا من بعض، فينا شبه بعض كتير. بحب الممثل جدا جدا، بيحترم الكبير وبيحترم الصغير، اللي جاي يعمل دور صغير تلاقيه بيوجهه بشكل صحيح. دايما بينه وبين الممثل مساحة من الحوار، دايما عنده تفاصيل بيحطها للممثل، دايما بيسمع الممثل. ده تاني طبعا تعامل بعد قيد عائلي ارهقني، كان هيموتني في قيد عائلي. فبعد قيد عائلي يعني قلت لما كلمني قال لي انا عندي مسلسل كذا، يعني انا اتمنى هتبقى دي احلى كيمياء بصراحه. يعني لان بعد قيد عائلي قلت هعمل ايه، يعني لقيته مديني حاجه اصعب، يعني بيحطني دايما في الادوار الصعبه وبيستفزني كممثله. وانا بقول له بشكرك لان النجاح اللي احنا فيه النهارده ده بسببه كمخرج الصراحه.